السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بمتابعينا الكرام، متابعين قناة الحياة الزراعية. أهلا وسهلا بكم النهاردة في يوم جديد وفيديو جديد ونبات جديد. النهاردة هنتكلم عن البصل الفلانجم، ده الاسم يعني المعروف به في مصر وفي بعض الدول يعني، بس في الغالب في مصر أكتر بصل فلانجم، وفي بعض الدول اللي بيسموه العنكبوت. طبعا ده الاستاذ جيكي، احنا اسفين يعني، هو على طول دايما بيخش لنا في وسط التصوير كده وقرفنا معاه على طول. نرجع للنبات تاني، العنكبوت في بعض الدول التانية الاسم العلمي الكلوروفايتوم. كلوروفايتوم ده يعني ده الاسم المعروف بيه، حتى لو انت حبيت تعمل عنه بحث في اي مكان بيبقى بتقول الكلوروفايتوم. نبات ممتاز، هو نبات داخلي بينقي الهواء بدرجة 90%. أي حاجة يعني أي هواء مش نقي في البيت بصراحة بيظبط يعني. الكلوروفايتوم هو نبات ما بيحب يعني بيحب المية في الصيف كتير، ممكن تسقيه يوم ويوم لا، يعني في الأسبوع 3 مرات مثلا. عايز ضوء، عشان هو زي ما انتم شايفين هو في ألوان كتير فبيحب الضوء. ايه تاني؟ بيحصل له اكسار بطريقتين. الطريقه الاولى ان هو النبات نفسه بتلاقيه طالع فيه خلف زي كده، طالع من العود من النبات نفسه بتطلع خلف زي ما انتم شايفين، مطلعه جذور اصلا اهي ما شاء الله يعني، بتقص من هنا وبتاخد النبات نفسه الجزء ده، هوريكم ازاي بتشيله دلوقتي بنشتغل عليه ازاي. او بالطريقه التانيه اللي هي التفسيخ، انت بتفسخ النبات نفسه زي كده يعني، بتفضي النبات زي كده وبتعمل له عملية تفسيخ. جيكي ارجع ورا يا جيكي، ارجع ورا ارجع ورا، مش عارف اشتغل زي ما انتم شايفين كده يا جماعة اهو كده، وبتاخد العقلة دي او بتاخد الشتلة الصغننة دي وبتزرعها. هي نفس الطريقه دي مع الشتله اللي طالعه او مع الخلفه اللي طالعه من النبات نفسه، بترجع تحطها في قصريه تانية لوحدها وبتبتدي هي بتخلف تاني خلف تانية جديده من خلال الجذر بتاعها، وبتبتدي تعمل لها اكسار دائم، لان هي ما شاء الله من النباتات السريعه النمو. شايفين هي حتى تلاقي في حتى اللي جنبها هي مطلعه واحده جديده اللي احنا فسخناها دلوقتي. تمام، يبقى دي الطريقه الاولانيه اللي هي بتفسخ العود اللي انا كنت زرعه هنا. هو كان في واحد الاول زمان يعني، اول ما زرعته كان في واحد، دلوقتي ما شاء الله في 3 يعني، زاد عليه 2 تاني، وكان دي كمان بتطلع واحده في جنبها اهي. والطريقه التانيه زي ما قلنا هتلاقي كل العيدان، هتلاقي بص اهو، هتلاقيه اهو بص، هتلاقيهم مطلع في العود نفسه، تلاقي في فروع كده طالعه لوحدها وطالع منها خلف جديده اهي. هتلاقي الفرع زي كده ممكن تلاقي فيه 5 6 خلف 10 خلف زي كده، بتروح قاصص واحده زي كده اهي، شلناها زي ما انتم شايفين اهي بجدرها، سبحان الله هتلاقي الجدر حتى هو خارج جاهز يعني. من النباتات اللي اكسارها سهل، ويعني ونسبه نسبة نجاح الشتلة بتاعتها أو الإكسار بتاعها ممكن يعني 90% إن شاء الله، بتبقى ناجحة بنسبة 90%. هو نبات ممتاز زي ما قلت لكم قبل كده، حلو بالنباتات اللي بتهدل يعني، أنت لو عايز تبقى عندك حاجة تهدل في البيت ده من النباتات الممتازة، وألوانه حلوة يعني، بس زي ما قلت لكم قبل كده بيحب الضوء، فلازم يبقى في مكان ضوء. زي ما أنتم شايفين دي الأفرع اللي أنا بتكلم عنها، زي ما أنتم شايفين أهي مطلعة لسه خارجة جديدة اهو، دي هتبقى بعد كده شتلة او بتبقى خلفة من بنفس صفات الام يعني اللي هي النبات الكبير. تمام، هروح دلوقتي ازاي هنزرع الشتلة اللي احنا شلناها دي او الخلفة اللي احنا شلناها من الام نفسها. بنكون مجهزين طبعا الاصاري بتاعتنا في المية زي ما انتم شايفين كده، غاسلينها ومظبطينها والاصاري مخرمه زي ما انتم شايفين يا جماعه اهي، وبنروح على البتموس كده، بناخد شويه اهو شويه اكتر زي كده،
وبنحط او بنعبيها على الاخر، ممكن تعبيها بس ما تعباش يعني ما تملاش قوي عشان السقيه زي كده، تملاها فض منها شويه طبعا. وبعد كده بتروح فاتح فتحه في النص كده اهي، وبتروح نازل بال الخلفه اللي احنا قصيناها، وبتروح مظبط زي كده اهو خلاص تمام. دي طريقه، وزي ما قلنا قبل كده برضو الطريقه التانية اللي احنا فصصنا الخلف دي زرعه كانت عندنا شلتها خالص من من الفوم، سوري من من ال سيب يا عم، شلتها خالص من ال من البيتموس، وبعد كده خدت شتله واحده، خدت شتله واحده زي كده، هم كانوا ثلاثه مع بعض اللي هم دول كانوا ثلاثه زي ما انتم شايفين زي كده، خدت واحده وبعد كده ارجع احطها في القصريه، وزي ما عملت في في الشتله الاولانيه او في الخلفه الاولانيه بنحط البيتموس زي كده. جيكي ارجع ورا، وزي ما قلنا بتحفر حفره في النص، طبعا لو الجدر اكبر بتقدر ايه بتحفر له حفرة أكبر زي كده أهو، بترجع تشتغل عليها زي كده. دي الطريقة التانية، هم يعتبروا الطريقتين يعتبروا نفس الطريقة يعني يعتبروا طريقة واحدة، بس هو ده يعني أنا بقول دي أكتر طرق الإكسار، هو البصل الفلنجم أو العنكبوت. يا رب يكون الفيديو استفدتوا بيه، وما تنسوش تعملوا لنا شير وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد، اشتركوا في القناة او سبسكرايب عشان تشجعونا ونقدر نعمل لكم فيديوهات اكتر ان شاء الله. ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.